وكذلك أكثر استحواذاً على مستوى الدقائق الماضية. هنا تسديدة من هذه المسافة لكن رايكوفيتش كرة في اليمين لمصلحة فريق لانسوق من الطرف الأيمن، عرضية تأتي خطيرة ولكن حارس المرمى يتصل على كوتب على تنفيذ الركلة الركنية. كاكوتا يرسل كرة داخل منطقة اليسار، سيا تأتي وفرصة الجول في وسط الملعب لمصلحة فريق لانس من أجل الثانو. رايكوفيتش يتصدى لكن هنا فرصة جول، جول لا 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 ضاعت ضاعت منقولة محاولة مستمرة مرور بصورة رائعة، تمريرة ممتازة هذه الكرة جول، هذا جول 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 جول. الله 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 جول. 25 لبطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى. هنا محاولة قائمة لفريق لانس لكن رايكوفيتش تمريرة داخل منطقة الجزاء لكنها في الأخير سنة عند حارس المرمى. إذا كان في هذه الكرة خطورة، كان في هذه الكرة هدف لكن لا حارس المرمى.